السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض فكره يا رب تفكوا. فكره بسيطه خالص بنوفر بيها في ان احنا في الوقت، يعني زي ما سياستنا في القناه ان احنا توفير الوقت، ان احنا هنجيب شويه فراخ او حاجه زي كده، ننزل السوق نجيب حاجاتنا مره واحده، يعني تكفينا اسبوع تكفينا 10 ايام على حسب استهلاكك للحاجات اللي انت هتجيبيها. زي ما انتم شايفين جبت الفراخ وشطفتها كام شطفه ونقعتها في دقيق وخل وملح، بفرم الليمون في الخلاط مع الملح وبصفيهم عليها في الخلطه دي، بتبقى ريحتها ليمون خالص. ولو عندك قشر برتقال برضو ممكن تحطيها في الوصفه دي، بتخلي ريحتها حلوه. بعد كده بمسكهم اشطفهم تاني بميه كويس مره واتنين وتلاته، وبصفيهم كده زي ما انتم شايفين وجبات في مصافي وحاجات من دي لحد ما تصفى معايا، مبقاش فيها ميه، لحد ما تصفى خالص معايا. الحاجات دي يا جماعه بتفرق معاكي، يعني اللي بتشتغل او مشغوله او عندها طفل صغير او عندها اطفال في المدرسه وما فيش وقت او حاجه زي كده، ولسه هتروح السوق وتجيب وتفكر النهارده هنطبخ في ايه، الكلمه اللي محيره كل الناس. لا، انتي كل اللي هتعمليه ان انت هتعملي التكه اللي انا بقول لك عليها دي، وبعد كده هتخرجي الحاجه عندك هتسويها، بس مش هتاخد منك كمان وقت في التسويه ولا كده. الحاجات دي طبعا، وعارفين ان التبريد له فايده ان بيقتل البكتيريا اللي موجوده في الاكل يعني قبل الطهي. فالوصفه دي انا يعني بجربها على طول وبعملها، بتفرق معايا جامد، بمريحاني لو حصلت اي طوارئ في اي فجاه، رجعت متاخره، حد جالك فجاه، في عندك مشكله في اي حاجه، تقدري في يعني في ثانيه تنقذي الموقف. زي ما انتم شايفين معايا انا بجهز التتبيله بقى، اللي هي عبارة عن ايه، عبارة عن جزر وبصل وفلفل حامي للي يحبه، او فلفل اخضر، ورق لورا وحبهان، توم، الحاجات دي كلها، وبفرمها بليمون طبعا، بفرمهم مع بعض في الكبة، بديهم فرمه. اللي ما عندوش كبه طبعا يقدر يستعمل الخلاط، ما فيش اي مشكله، حابب يخلي الخليط ده ناعم برده ما فيش اي ازمه. وباخد بقى التوابل معايا، ملح وفلفل وورق الجنزبيل وقرفه وفلفل اسمر، رش جوز الطيب، ورق لورا زي ما انتم شايفين معايا، وبديهم يعني ضربه في الكبه كده. ده شكلهم معايا بعد الفرم، زي ما قلت لكم اللي حابب ينعم اكتر من كده ماشي مفيش مشكله، حبه تبشرين في المبشره برضو لو ما عندكيش اي حاجات من دي مفيش ازمه. وبمسكها بقى ايه، احشي الفراخ من جوه كده خفيف كده على خفيف، يعني مش كميه كبيره، وتحت جلدها ومن فوق وكده، دي مش الحشوه النهائيه، او لو حابه تبقى النهائيه ومستعجله وعايزه تسلقي الفراخ مفيش مانع، تحطي جزر وورق لورا وحبهان وتسلقي على كده مفيش اي مشكله خالص. حابه بقى تكملي بعد كده تحشي رز، تحشي فريك، تحشي اللي انت عايزاه كله مفيش ازمه. ده برضو الارنب اهو، كل حاجه بتبقى شاربه من التتبيله دي، بتدي معاكي ريحه حلوه قوي للاكل، يبقى طعمك كده مميز، طعم الاكل بتاعك مميز وريحته حلوه. ده الحمام الكذاب حشيته بنفس الطريقه برضو، تبلته، التتبيله ديت مش هتضر معاكي في اي حاجه خالص، يبقى اكلنا كده متنكه وله طعم. ده كده يعتبر وجبه تالته اهو، حتى الخلي اللي خرج من حمام الكذاب برضو هينفع معاكي تعملي منه مرقه، لو في يوم مثلا انت عامله اي حاجه، عايزه تعملي ملوخيه، عايزه تعملي حاجه ومحتاجه للمرقه، تعملي لسان عصفور عليه مفيش اي مشكله. ده البانيه، مستعجله في يوم وتعملي مكرونه وجنبيه البانيه، برضو بينجز معاكي في الوقت. ده الكبد والقوانص اللي خرجت منها برضو بتبلها بنفس التتبيله، وبعد كده هوريكم هنعملها ازاي لو حد مستعجل، حد جعان، حد عايز اكل منك بسرعه من ولادك وكده، تقدر تعمله بكل سهوله. زي ما انتم شايفين تبلت كل الحاجات بالتتبيله دي وعملت منها مجموعة الاكلات دي، ادي الفرخه الكامله زي ما انتم شايفين، ودي بعد كده الوراك، الحمام الكذاب، الارنب، البانيه، خاليو، الكبده، عملت حوالي 8 وجبات
من الوجبات اللي انا جبتها دي، فانا كده يعني ايه اشتريت دماغي من التفكير 8 ايام. يا رب تكون فكرة الفيديو عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.